كل عام وفي هذا الوقت بالتحديد يقوم فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية بوضع لائحة الاشتراطات والمواصفات الصحية اللازمة لحملات الحج الكويتية والتي تتضمن عدة بنود. من الاشتراطات اللي موجودة عندنا نوعين من الحملات، الحملات اللي عدد حجاج يكون أقل من 100 حاج، وعدد الحملات اللي يكون عدد حجاج أكثر من 100 حاج. بالنسبة لأقل 100 حاج احنا نشترط عليهم أن يكون عندهم الكادر الطبي مكون من طبيب أو طبيبة، ممرضة وممرضة. بالنسبة للحملات اللي أكثر من 100 حاج اشترط عليهم الكادر الطبي يكون عندهم طبيبين وممرضين، سواء كان رجل أو دكتور أو دكتورة. يعني الاشتراطات الأخرى عندهم المفروض أن يكون بالحملة متوفرة في عيادة نسائية وعيادة رجالية. العيادة طبعا لازم تكون مجهزة على حسب الشروط والمواصفات الطبية، تكون شاملة العيادة، الأجهزة تكون شاملة الأجهزة المحتاجينها مثل جهاز الضغط، جهاز السكر، التكلم على الكمام. كما سيقوم فريق الخدمات الطبية بعمل لقاءات تنويرية للكوادر الطبية المرافقة لحملات الحج وإطلاعهم على الاشتراطات الصحية. عندنا اشتراطات أخرى بالنسبة للتغذية، اللي هي مثلا البوفيه مثلا لازم يكون في مساحات مكشوفة، المساحات فيها تهوية، يكون يشيل عدد الحجاج اللي موجود، ما يكون مكان مزدحم بالنسبة للعدد الحجاج. قام فريق الخدمات الطبية بزيارة المبنى مقر البعثة في مكة المكرمة للتأكد من جاهزية المبنى وجاهزية العيادات هناك. أيضا قمنا بزيارة الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية الشقيقة للتنسيق معهم في طريقة شحن الأدوية من مطار الكويت إلى مطار الملك عبد العزيز وأخذ التصاريح اللازمة أيضا لشحن هذه الأدوية. قام فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية بتسليم إدارة الصحة العامة كروت الحجاج المتعلقة بالتطعيمات لتوزيعها على أقسام الصحة الوقائية المتواجدة في مختلف المراكز الصحية.